بعد غياب طويل، هوى الصحراء ورابطة الدم بين المغاربة وأبناء الصحراء تعيد العملاق عبد الهادي بالخياط، تعيده وتخرجه من خلوته. كتب ولحن خويا الصحراوي الأغنية بحمولة وطنية قوية، مقتطف من خويا الصحراوي. الله الله يا خويا، الله الله يا خويا، خويا خويا يا صحراوي، بنا واحد يا صحراوي، جدنا واحد يا صحراوي، أمنا وحدة يا صحراوي، وملكنا واحد يا صحراوي، مغربنا واحد يا صحراوي. خويا خويا ويا صحراوي، بونا واحد يا صحراوي، جدنا واحد يا صحراوي، ومنا واحدة يا صحراوي، ملكنا واحد يا صحراوي، مغربنا واحد يا صحراوي. ويا خويا ويا صحراوي، بونا واحد يا صحراوي، جدنا واحد يا صحراوي، ومنا واحدة يا صحراوي، ملكنا واحد يا صحراوي، مغربنا واحد يا صحراوي. بنا واحد، جدنا واحد، أمنا واحدة، أمتنا واحدة، ملكنا واحد، مغربنا واحد. صدق الكلمات، المسنة المغربية النابعة من القلب وقوة الأداء. كنتكلموا على الأستاذ القامة الفنية الكبيرة سي عبد الهادي بالخياط، وما أدراك ما عبد الهادي بالخياط. هوى الصحراء بحس وطني يعود بنا إلى عمق الأواصر اللي كتجمع المغاربة كاملين. سي عبد الهادي بالخياط ينضم إلينا عبر سكايب من الداخلة حيث يتواجد. كيف ولدت أغنية خويا الصحراوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن هذا الإحساس جني من خطاب الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، أنه قال إن الوطن غفور رحيم، ولهذا يعني عملت هاد خويا الصحراوي. أنت تبكي وصل الخيمة وأنا نبكي مول الخيمة، وسنين تمشي وسنين تجي، تبقى أنت تقول لي وأنا نقول لك أنت خويا وولد أمي وولد بويا، وبلادنا وحدة وأمنا وحدة وملكنا واحد، وكنا حنا قلب واحد. يعني الوطن راه غفور رحيم، هذا هو الفكرة اللي جات الله يوليه برحمة الله. وهذه الفكرة الجميلة وصلتنا وإحنا كنستمعوا لهذه الأغنية. نقدر نقول أنه سي عبد الهادي بالخياط بخويا الصحراوي بداية العودة؟ لا، الحمد لله. يعني أنا ما غبت شيء باش نعود، لأنه أنا كنت دائما حاضر، وحاضر يعني بهذاك الثقل الصغير ديالي. هذا تواضع منك سي عبد الهادي بالخياط. يعني في الاغاني الدينيه والاغاني اللي نرجعوا فيها لله سبحانه وتعالى، لانه حنايا في هذه الدنيا هذه الله رحله بسيطه دايزين منها ديال هذه الحياه لواحد الحياه اخرى اللي غادي نمشيو لها. سعدات من يمر ويترك بصمة وبصمات. الأستاذ والقامة الكبيرة سي عبد الهادي بالخياط كبيرة جدا، كتواجد معنا في الداخلة. فاش اتصلت بك قلت لك سي عبد الهادي بالخياط بغيناك تكون ضيف في الظهيرة، قلت لي أنا مازال في الداخلة. واش عجبتك الداخلة؟ أسرتك مدينة الداخلة سي عبد الهادي بالخياط؟ حقيقة يعني هذه المدينة ما شاء الله، يعني فيها ناس طيبين، فيها أعمال، فيها الناس تشتغل مزيان، فيها البساطة، لأنه
الحياة اللي ستكون فيها البساطة تكون فيها المحبة، وكل ما كان الإنسان بسيط يكون فيه المحبة. والله يجعلنا دائما نبقى على هذا الأثر اللي هو ديال الدين ديالنا، هو أهم ما كاين في هذه الحياة كلها، هو الدين ديالنا. وشكون نرجعوا ل نعم لا هاد الابتسامة ديال سي عبد الهادي بالخياط، شرفتينا اليوم في بلاطو الظهيرة وانت متواجد في مدينة الداخلة. تبارك الله عليك سي عبد الهادي بالخياط، وشكون ما كيعرفش هاد القامة اللي حضرات معنا اليوم، يا داك الإنسان والقمر الأحمر. تبارك الله عليك والعمر الطويل سي عبد الهادي بالخياط. الله يبارك فيك، شكرا لك، كنت معنا من الداخلة. جزاكم الله بخير، السلام عليكم.